كسبتي؟ ما حدا فيكن عنده جواب، ما هيك؟ حتى لو فكرتوني متت ما تتأكدوا اني انا ميتة، وليش ما عملتولي مراسم ومع هيك خليتو يتزوج بنت تانية؟ ما أبداً براقية، انت فهمتينا غلط. فهماني كل شي ستي، انتو الكل كان بدكن ياني موت وما أرجع، صح؟ هذا اللي كان بدكن ياه، انتو كلكن غدرتوا فيني. شي قطع صلته فيني وشي لغى معرفته فيني. انتو يلي دمرتولي عائلتي وسعادتي، دمرتولي كل شي. أنا أول ما فقت كنت فرحانة لأني رح أرجع على البيت ورح شوفكن، فرحانة لأني رح شوف زوجي وعائلتي، بس أنا بعد اللي شفته هلأ أنا صرت أتمنى لو أني ما فقت أبداً، ولو أني متت عن جد كان أريح لي. أنا كان في عندي أمل كبير أني أرجع وكون مرتك أبي من أول وجديد، بس كل شي انتهى هلأ، خلص أنا خسرت كل شي. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة.